تخيلوا معايا شباب، واحد يخلص مليون اما عنده صغار ومصروفهم ماشي ويزيد، هاو لبسه هاو قرايتهم هاو يحبوا على تليفونات جدد ويصرف اكثر من طاقته، كل شهر يسلف باش يخلص يخلص امور ويقعد هكاك عام بعد عام، ودين عليه يمشي ويكبر وبالطبيعه استانس بستيل دو في هذاك، ونهار تصير كريز وما يلقى حتى حد يسلفه، واكثر من هذا لازم يرجع الفلوس يسلفه. بالطبيعه السيده ذي باش تضربوا لحيوط ولازم يشوف كيفاش باش يجيب الفلوس هذيا. ريتوا المثال هذا طبقوا على الدوله وتتلقاو تونس في نفس الوضعيه، 10 سنين ونحن نتسلفوا في الفلوس وناخذوا في القروضات، هاو خلص الشاري هاو زيادات هاو مشاريع تنميه. وزيد ازمه الكورونا غدرتنا والاقتصاد رخ والدوله ماهيش باش تدخل فلوس كيف ما كان متوقعه كي تعملت الميزانيه عملها. وزيد يا حبيبي الدول اللي مسنسين ياخذوا من عندها كل واحده اللي هي في همها وحتى يسلكوها لرواح، حتى الدوله مكندي تونس قاعده تلوج منين باش تجيب قروضات وشكون باش يعطيها فلوس باش يكملوا الميزانيه نتاع عام السنه، وما دامها قاعده تلوج برا جيب شربك واجي ركش خلينا نحكي في الموضوع. بعد الثورة في 2011 الحكومات اللي جات كل لقات الناس تحب تدخل تخدم وجهات تحب على حقها في التنمية وحتى اللي يخدموا ويطالبوا بالزيادات. بالطبيعة الأحزاب اللي شدت الحكم مازالت فرشكة وما تحبش تخسر بلاصتها. الحكومات هذه بحزابها ملقات بها وين، من جهة دخلت الناس تخدم على بعضه ومن جهة أخرى قاعدة تزيد في الشاري وقت الاقتصاد ماهوش قاعد يتحسن. دونك وخرت وقدمت وجبدت المديونية من القجار. المديونية سيدي خويا هو إنك تتسلف فلوس مع عند واحد عنده أكثر منك فلوس باش نجم تكفري المصروف نتاعك، ومن بعد ترجع الفلوس اللي سلفتها وتزيد فوقهم نسبة نتاع فايدة اللي بلغتنا نقولولها الانتيريس. بتبيع القروضات اللي خذيتهم لازم ترجعهم في وقت معين حسب ما تفهمت مع اللي سلفوه، سينو باش تقعد تسلف من هنا ومن غاديك باش تخلص القرض وكيكة تدخل في ثنية خايبة خلاص. كان مازلتوا ما فهمتوش راهو هذا بالضبط اللي قاعد يصير في تونس. الدولة تو وصلت تتسلف في فلوس وتاخذ في قروضات اللي نورمالمون تعمل بهم مشاريع، ولكن لازم تتخلص مشاريع. يا اخي لقات روحها لا عملت مشاريع لا شيء ومشيت خلصت بهم قرض قديم. اما نصور راكم تتسالوا يا اخي الدولة ما عندش شكون تتسلف. الاول هو التدين الداخلي وين الدولة يا اما تتسلف من البنك المركزي يا اما تقول حاجتي بفلوس شكون يسلفني. وزارة المالية تتكفل بالعملية وتحط قديش الدولة تحب تتسلف وقديش انتيريس وتحل ابيل دوف. والبنوك اللي موجودة في تونس تحط قديش كل واحد باش يسلف والدولة تختار احسن عرض. يا اخي الدولة بمخام خلي البنك المركزي وماشي تخو في فلوس مع عند البنوك وزيد تخلص انتيريس. لازمنا نفهمه وانه البنك المركزي ما يجمش يصب فلوس ديريكت الخزينة تاع الدولة. العملية وما فيها وانه البنوك اللي تخدم في تونس عندها برشا شركات وعبيد حالين فيها ديكونت ويصبوا عندها في فلوس، وهي تضمن لهم انهم يجبدوا فلوسهم وقت ما يحبوا. بما انه البنوك هذيا عندها الفلوس فانها تنجم تسلف وتعطي قروضات للي تحب وكيكة تقعد الفلوس تدور في البلاد. كان جيت تقول له سلفني فلوس باش يعمل تخربيشة ومغدوة الدولة تهبط تصرف، قال شنو ياخذ قرض من البنك المركزي وقت اللي هو خلق فلوس من حيط لا جايه لا من انتاج لا من ادخار لا حتى شيء. وهذا ما يهز كل ثنيه بركه اللي هي التضخم والسويمه تزيد والدنيا تشعل فيها النار. بلغه اخرى باش يحط الدوله وراه ما عمل ياجو، وهذا علاش الدوله توا واحله باش تكمل حتى ميزانيه السنه. ما لنتش في بالك مشيش يامس في البنك المركزي باش يسلك له اموره والاخر عام وزن سبعه وزن ما سمعتش. بعد ما تركح امورها وتشوف شكون يسلفها من الداخل الدوله تمشي تتسلف من برا، وهذا النوع الثاني بتاع التدين اللي هو التدين الخارجي. وكل مره منين تقرأ سلفي هم الاتحاد الاوروبي هم الدوله الفلانيه هم الدوله الفلانيه وحتى من المؤسسات الماليه العالميه كيف صندوق النقد الدولي ولا البنك الافريقي ولا بنوك اخرى. حطوا في بالكم وان القروضات هذيا ماهيش بالدينار وانما بالعمله الصعبه، وساعات تلقى روحك صبعك تحت الزرسه وتاخذ في قرض بانتيريس عالي. لا خلينا نعطيكم مثال، في 2011 الدولار 1400 توانسه، يعني كان الدوله باش تاخذ قرض بمليون دولار باش يجي مليار و400. نفترضوا انه الدوله باش ترجعه بعد 10 سنين، الدولار وقتها 2700 توانسه، يعني هي باش ترجع مليون دولار اما ولاو 2 مليارات و700. ما نحبش نظلمك اما راهي تونس ماخذه قروضات بقيمه 94 الف مليار دينار، يعني 75% من الناتج الداخلي الخام، بين قوسين اللي هي الثروه اللي تنتجها البلاد كل عام. كي تجي تشوف 25 الف مليار منهم خذتهم الدوله وقت بن علي وما نعرفوش عليهم وين مشاو ولاش عملوا بهم، وهذم يدخلوا في الديون الكريهه. الديون هذم عباره على فلوس تاخذهم الدوله مش باش تخدم الشعب وتعمل مشاريع وتنميه، ليه؟ اما باش تتغلغل في السيستم اكثر وتقمع مع الشعب نتاعها. برشا دول ديكتاتوريه في العالم ياخذوا قروضات كيف هناك مع مؤسسات ماليه عالميه اللي هما بيدهم يعرفوا انه الفلوس هذيا باش تمشي لجيوب الحكام ويمشيوا تقويه النظام وتغلغل السيستم. فما دول تسلكها و
الديون هذه تطيح مع طيوح السيستم، وفما دول اخرين تراسيلهم خلصوها. في 2015 دار برشا حديث على تدقيق في الديون اللي تصبت لتونس ومارينا منحت شيء، مش نعرفوا اسكو هي ديون كريهه والا لا. يعني بالفلاقي جهات المانحه اسكو صبتهم لاصحابهم وحبابهم في الحكم والا صاروا مشاكل في تنفيذ المشاريع. المشكله كي تاخذ برشا قروضات لتعمل بهم لمشاريع على بنيه تحتيه للتنميه، وانت في نفس الوقت تدخل في العباد تخدم وتصلح في المشاكل بالترقيع وتزيد في الشهري، تلقى روحك تكدس في القروضات ومصروفك ماشي ويزيد، اون كونتر بارتي ما تلقاش منين تجيب الفلوس والاقتصاد قاعد يطيح، تلقى روحك تبقبق وتغرق. في اللي ماشي فيها تونس فما برشا دول اخرى سبقتها وغرقت بالديون، كيما الاكوادور اللي في عام 1999 نسبه البطاله طلعت 70% وعملتها طاحت بنسبه 65%، وزيد وقتها طاح سوم البترول، مؤسسات صغيره دقدقت والمرشيات ضاعوا. وقتها الحل اللي لقاه رئيس الاكوادور انه الدوله تبدل عملتها للدولار وتندمج في الاقتصاد العالمي. بظهرنا لنا في زون تاع اورو لنا في زون تاع دولار باش نبدلوا العمله وننطلقوا. كيف كيف اليونان في 2010 بعد الازمه الماليه وين غرقت في الديون ورست لها كتفل صغير في البخص مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. هذا الكل بعد ما اليونان مشت لهم تجري باش يمنعوها ورصدت لها الدوله تتفرج وراضيه بالاصلاحات اللي تفرضوا عليها غير اعطيوني فلوس بر. وصل حتى الاتحاد الاوروبي يخمم باش يطرد اليونان باش ما ياثرش على اقتصاد الدول الاخرين. اما في الاخر سامحوها وعاونوها وصبوا لها مليارات اللوروات باش يخرجوها في الازمه اللي هي فيها. في نحنا حتى الاتحاد الافريقي عاقبنا على خاطر ما خلصناش لابورمون تاعنا. الحقيقه الوضعيه صعيبه والقروضات عمرهم ما كانوا حل باش يصلحوا الاقتصاد. بخلاف الاصلاحات الاقتصادية اللي الدولة لازمها تبدأ فيهم تو، لازم نسبة النمو والانتاج يعاودوا يرجعوا ويطلعوا والشركات تبدأ تخدم وفما استثمار وكيكة تتخلق الثروة. في نفس الوقت لازم الدولة تقاوم التهرب الجبائي ويوليوا الناس الكل يخلصوا في الضرائب نتاعهم على خاطرها السورس الأولانية لخزينة الدولة. وحسب الأرقام فإنه الدولة قاعدة تخسر في 25,000 مليار كل عام جرة العبيد والشركات ما يحبوش يخلصوا الضرائب نتاعهم. مانيش إكسبير في الاقتصاد، أما الناس اللي موجودة تو في الحكم واللي الشعب صوت لها هي المسؤولة باش تصلح الموجود وترجع البلاد للثنية صحيحة قبل ما ندخلوا للحين. هذه كانت حلقتنا لتركينا في الجمعة هذه، ما تنسيش باش تعملوا جيم وتعملوا ابوني وتحط لنا كومنتات شنو هي رايكم في الموضوع، وهاو الانستغرام تاعي والانستغرام تاع نويت، ونشوفكم في الحلقة الجاية. باي باي.